أعزائنا متابعي قناة الأكاديمية الأمريكية العربية، أهلا وسهلا بكم. معكم الدكتور عبد الله السراي في هذا الفيديو الجديد والقصير. سأتكلم معكم عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى إلغاء مواعيد المقابلات. طبعا هذا أحد الأسئلة التي وصلتنا من المتابعين، وحبينا أن نسوي هذا الفيديو حتى نشرح بعض الأسباب اللي هي أدت إلى إلغاء بعض المواعيد المقابلات. يعني البعض ممكن أن يقول هناك تعديلات في الامتحان، هناك تعديلات في السيستم والصيانة وغيرها من هذه الأمور، فحبينا نسوي هذا الفيديو حتى نشرح الأسباب اللي أدت إلى إلغاء بعض مواعيد المقابلات لبعض الأشخاص خلال الفترة القليلة السابقة. لكن قبل أن نبدأ في معرفة هذه الأسباب الحقيقية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا، قناة الأكاديمية الأمريكية العربية، من خلال السبسكرايب الاشتراك في القناة، وأيضاً الضغط على زر الإعجاب اللايك وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد من الفيديوهات التي نضعها على قناتنا. لنبدأ بمعرفة أسباب إلغاء مواعيد المقابلات بعد هذا الفاصل القصير. لطلب كتاب اختبار الجنسية الأمريكية مع LCD من الأكاديمية الأمريكية العربية، يمكنكم الاتصال على رقم 949-516-1100 أو الذهاب إلى الموقع www.taa-a.com، الرابط في الوصف. أيضا الكتاب سعره $29 فقط، وأحصل على CD القرص مجانا. قبل أن نبدأ بمعرفة أسباب إلغاء مواعيد المقابلات، نود أن نذكركم بأن الأكاديمية الأمريكية العربية تقدم دروس في تعلم اللغة الإنجليزية، وأيضا دروس للدراسة والاستعداد لامتحان الجنسية الأمريكية، وأيضا دروس لتعلم اللغة العربية للأطفال. وكذلك يتوفر في مكتبة الأكاديمية الأمريكية العربية كتاب اختبار الجنسية الأمريكية مع قرص LCD. طبعا القرص يكون مجاني، وشرحنا لكم تفاصيل الكتاب وماذا يوجد في الكتاب وكيف يمكن الحصول على الكتاب. وأيضا إذا كان عندكم استفسار أو أي سؤال بخصوص دروس اللغة، سواء كانت اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية أو كذلك الكتاب مع LCD، يمكنكم التواصل على هاتف الأكاديمية اللي هو 949-516-1100. فيجب عليك أن تعرف أن أسباب إلغاء المواعيد هي ربما تعود إلى قلة عدد الموظفين في ذلك اليوم، يعني بسبب فيروس كورونا. كما تعرفون أن بعض المراكز هناك فيها قلة في عدد الموظفين، يعني البعض ممكن ما زال الاستمرار بالعمل من داخل البيت، فلذلك ربما أن موعدك سيصادف في يوم أن عدد الموظفين في ذلك اليوم قليل، فسيتم إلغاء موعدك إلى موعد آخر. والسبب الآخر هو أيضا ممكن أنه لم يتم إكمال مراجعة ملفك قبل موعد المقابلة، يعني عندما استلموا ملفك الاستمارة لم يكن عندهم الوقت الكافي لمراجعة الملف والاطلاع عليه، وكذلك لمعرفة تفاصيل القضية، لذلك قرروا أن يلغوا الموعد إلى يوم آخر إلى أن يتم إكمال مراجعة الملف بصورة كاملة. السبب الآخر قد يكون مثلاً أن الملف غير كامل وهناك نقص في المعلومات، يعني عندما ترسل الاستمارة كان بعض الأشخاص ربما قد أرسل استمارته مع أوراق غير مكتملة، فلذلك أنهم سيطلبون منك إلغاء الموعد وأيضاً سيرسلونك بتفاصيل ما هو المطلوب منك أن ترسله لهم. أيضاً السبب الآخر قد يكون هو عدم اكتمال الفترة المطلوبة داخل الولايات المتحدة، يعني كما تعرفون أن هناك فترة مطلوبة من عندك أن تكون متواجد فيها داخل الولايات المتحدة الأمريكية، يعني مثلاً تكون 5 سنوات، ممكن أن تكون 3 سنوات، يعني التي تسمى بالresidency requirement، يعني الفترة اللي هي المعتمدة التي يجب عليك أن تكون فيها داخل الولايات المتحدة الأمريكية حتى يحق لك التقديم على الجنسية. فربما قد احتسبوا الفترة من خلال ملفك فعرفوا أنك لم توافي هذه الشروط، فأرسلوا لك موعد في إلغاء الموعد، وربما سيتم إرسال لك موعد آخر إلى أن تكتمل المدة المطلوبة. أيضا السبب الآخر ربما تكون هناك أغراض أخرى، يعني كالصيانة مثلا في النظام في السيستم، فلذلك يعني هذه هي أسباب قد تؤدي إلى إلغاء المواعيد. يعني فما هو عليك سوى الانتظار أن يتم إرسال لك موعد آخر
لا يوجد أي تفاصيل يعني رسمية يعني من موقع الـ USCIS يعني مكتب الهجرة والتجنس الأمريكي. كما قلنا لكم في الفيديوهات السابقة أن الـ USCIS هو الموقع الرسمي لكل تفاصيل وأمور وقرارات الهجرة، فيجب عليكم تجنب الإشاعات، وبعض الناس يقول تعدي في الأسئلة 128 أو 100 سؤال وغيرها من هذا. يجب عليك عدم الاستماع إلى هذه الأشياء، لأن هذه كلها مجرد إشاعات وقاويل، لأن المركز الرئيسي للمعلومات هو الـ USCIS، يعني ولا يوجد أي تفاصيل بخصوص إلغاء المواعيد وغير من هذه الأمور. فإن أسباب إلغاء المواعيد هي قد تعود إلى هذه الأشياء التي ذكرناها لكم في هذه الفيديو، اللي هي قلة عدد الموظفين بسبب الفيروس، ربما تكون عدم إكمال مراجعة ملفك، أو ربما قد تكون هناك نقص المعلومات، أو ربما تكون هناك الفترة غير كاملة بالنسبة لك، أو هناك أغراض صيانة. يعني كل شخص له أسبابه الخاصة، فلا تنطبق على جميع الأشخاص. هذا هو ما حبينا أن نقول لكم في هذا الفيديو. شكرا لكم، شكرا لدعمكم المتواصل لنا، ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا ومشاركة مع كل المهتمين، وانتظرونا في فيديو جديد قريبا إن شاء الله. شكرا جزيلا، ونتمنى النجاح والتوفيق للجميع. لطلب كتاب اختبار الجنسية الأمريكية مع LCD من الأكاديمية الأمريكية العربية، يمكنكم الاتصال على رقم 949-516-1100 أو الذهاب إلى الموقع www.taa-a.com، الرابط في الوصف. أيضا الكتاب سعره $29 فقط، وأحصل على CD القرص مجانا.